التواصل مستمعينا الأعزاء، حضورنا الكريم مستمرا، ولكن العاصف من أعصف الناموس أعصف التوقيت تحت أقدامه، مهديا هلال بن ساعد بن علي السعدي 2:53 تهانينا والناموس بهذا اليوم الجميل هنا في شوطنا الأول الرئيسي لهذه الانطلاقات الجميلة. بسم الله على البركة، شوطنا 13 ينطلق خصص للإبكار المفتوح. نتمنى إن شاء الله التوفيق والناموس يا الأخوة المشاركين، ولكني مذهب مع شبه في المركز الأول للسيد محمد بن أحمد بن عبد الله بالهلي، بينما اللي في المركز الثاني هناك سمحة راشد بن سعيد بن سالم الشمطي الاجتبي. انتقل وياكم إلى المركز الثالث، اللي في المركز الثالث إنجاز حمدان بخيت محمد الراشدي، بينما من تأتي في رابع المراكز هناك من الجانب الثاني العزرة علي بن محمد بن سيب بن حسين العليلي. وفي المركز الخامس، المركز الخامس غزلان سالم بن محمد بن سالم بن واس الاجتبي. هكذا كانت نتيجتنا أيها الإخوة للمراكز، دعناها عليكم بالوفاء والتمام. وشبه اللي فيها هبة على المركز الأول، اللي فيها زاغور على الناموس لمحمد بن أحمد بن عبد الله بالهلي. الله، يا المركز الثاني سمحه يا الشمطي راشد بن سعيد بن سالم شبطي الاجتبي. ثالث المراكز من تأتي إنجاز حمدان بن بخيت بن محمد الراشدي. المركز الرابع شوية مصورة، عطنا بقية المراكز ولا من تصل في هذه اللحظات راهية سعيد بن أحمد بن سعيد بن حلوة الاجتبي. وفي المركز الخامس من الجانب الثاني الشايبة سلطان بن سليمان بن ناصر الشامسي. وصلوا هالمدينة العين، شب في المركز الأول، شب في رعيان شبابها، في رعيان شبابها، ما شاء الله. يدنا حرك شوي، كلمها شوي، سمعها صوتك. يلا يا المركز الثاني سمحة راشد بن سعيد بن سالم الشمطي، ولكن بنقحيت أطربنا في اللحظات الأخيرة، أطربنا في اللحظات الحرجة، ما شاء الله طرب محمد بن خليفة بن قحيت المهيري، واللي وصلت أول ندلها هناك من الجانب الثاني شعار العامري هنا مع ظن لسهيل بن مسلم بالطير بن سهيل عامري، وطارب الناموس. سلام المركز الثاني محمد بن خليفة بن قحيد، المركز الثالث محمد بن عتيج المقعودي مع التصاميم. وفي المركز الرابع أيها الإخوة هناك شعار اللي في المركز الرابع لسلطان بن سليمان بن ناصر الشامسي. وفي المركز الخامس إنجاز حمدان بن بخيت بن محمد الراشدي. التوقيت 3:03:84 من الثانية، تهانينا حقيقة لمالك ظن اللي فاجأتنا في اللحظات الأخيرة سهيل بن مسلم بن سطبطير بن سهيل العمري.